السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم باشمهندس محمد عطية. إن شاء الله هنبدأ في بارت 2 من بروجكت 2. نبدأ بسم الله. في الفيديو اللي فات إحنا جهزنا المشروع بتاعنا وجهزنا الأجزاء اللي هنحتاجها علشان نبدأ المشروع، بس في نقطة إحنا نسينا نعملها، نقطة الجوجل فونتس، إن إحنا نستخدم أو نستدعي الفونتس اللي هو مستخدمها. طب لو جينا هنا في المشروع ده وفتحنا الإنسبكت، هنلاقي ان هو مستخدم نوعين من الخط. اول نوع هتلاقيه في البادي، مديه للبادي، هنلاقي هنا البادي، هنلاقي ان هو مستخدم خط لاتو، اسمه لاتو. هتيجي هنا لفونتس.جوجل.كوم وتعمل سيرش عن الخط ده، هتلاقيه اهو، تروح قايل له open in new tab، ونروح رايحين برضو. هنروح لو رحنا لأي تاج من الهيدنج ده مثلا، هنلاقي هنا برضو ان هو اي هيدنج مديه نوع الخط ده. هنروح جايين هنا حاطين الاسم، وبرضو هنستدعيه. حلو جدا. ببساطة جدا، ثانية بس يحمله، هنلاقي هنا هو عامل لك أكتر من نوع. ممكن تاخده اللي هو الويت بتاعه آسف 100، وممكن يبقى 100 إيتاليك وهكذا، بس أنا بفضل 300 العادي. فهنقول له سيلكت ذيس ستايل، هتلاقي هنا بيديك اللينك إن أنت تستخدمه. هتاخد ده كوبي وتروح جاي هنا، ثواني بس عشان دي اتفتحت نقفلها. هنروح جايين هنا في الكود بتاعنا، ونيجي في الجزئيه دي كده مثلا، ونحطه بيست ونعمل سيف. الجزئيه الاولانيه دي دي حاجه تبع جوجل فوند، فمالناش دعوه بيها، سيبها زي ما هي. انا اللي يهمني او الكود بتاع الفوند فاميلي اللي انا عايز اجيبه، اللي هو اسمه لاتو، هو ده. حلو الكلام، بس هنا هو بيجيبه عن طريق النت. طب انا عايز اجيبه اخليه اوف لاين علشان الموضوع يبقى سهل، مش نعمل لود على النت. فبالتالي هناخد اللينك ده كوبي، ونروح جايين هنا لبيست، وهنلاقيه جاب لنا الكود بتاعنا اهو. حلو الكلام، هناخد الكلام ده اول كوبي، تمام، ونيجي هنا في سي اس اس، هنعمل نيو فايل ونسميه فونتس دوت سي اس اس. حلو الكلام، حلو الكلام، ونعمل بيست للفونت بتاعنا، عظيم جدا. ونيجي للفونت التاني، احنا كده جبنا اللاتو. نيجي بقى للفونت التاني، نفس الفكرة، هنروح للربعمية الريجولار، ونقول له select this font، وبرضو هناخد، طبعا دي احنا خدناها المرة اللي فاتت، هناخد دي بس. وممكن كمان انت مش هتاخد ده كله، انت ممكن تاخد اللي هي الجزئية الموجودة في ال href بس. ونيجي هنا نعمل عليها search، هنلاقيه جابها لنا، ناخدها كوبي ونروح نقفل بس الأول ده. هنحطها هنا تحت. حلو الكلام كده، يبقى دي فيها جميع الأكواد بتاعة الفونت فاميليز اللي أنا هستخدمها. حلو كلام جدا جدا. نيجي هنا بقى، كل اللي أنا محتاجه إن أنا أعمل إيه، جيب دي هنا كده، خليها href. هنقول له css slash، انا عايز الفونتس دوت css. حلو جدا، هنعمل سيف، ونيجي هنا نعمل ريلود. طبعا احنا مش حاطين اي حاجه. هنيجي هنا في كود الاندكس دوت css، طبعا احنا هنقفل دي. هنقول له مثلا زي ما هو قايل ال h1 ال h2 ال h3 h4 و5 و6، كل ده انا عايز اديله. هو مديله فونت فاميلي على ما اتذكر، هو مدي للبادي لوتا، يا للبادي لوتا، وللهيدنج مديها الفونت فاميلي ده. هنروح واخدينها كده ونحطها هنا. طبعا انت ممكن تجيبها من الفونت فاميلي نفسها. هنا هتلاقي ان لو عملت سكرول هتلاقي تحت اهو بيقول لك الكود بتاعها يبقى عامل ازاي. تمام، حلو جدا. نقفل بقى الدنيا دي كلها.
كده ناقصنا ايه؟ ان احنا نروح نقول له بالنسبة للبادي انا عايز ياخد فونت فاميلي اللي هو لا مش ده، ثواني، هو هنا اي نفس الاسم، علشان انا هنا فتح اتنين. تمام، ممكن نقفل دي ونقول له كده نفتحها تاني. بس ايوه اللوت اهو، هو عشان انا بس ابقى اتعمل سيلكت لاكتر من حاجه فجابهم هما الاثنين مع بعض. تمام، بس كده خلاص بالنسبه لي كل ده انا مش عايزه دلوقتي، ويعتبر جوجل فونتس انا مش عايزها تاني وشكرا على كده. ممكن بس نعمل تيست بسيط، ان احنا نيجي هنا نكتب H1، نكتب جواها هلو مثلا ونشوف هنلاقيها قرأت معانا والدنيا زي الفل ومفيش أي مشكلة. عظيم جدا. لو فتحنا الـ Inspect بتاعنا، نقفل دي، فتحنا الـ Inspect بتاع الصفحة دي، فتح أهو، هنلاقي عندنا الـ H1 واخدة الـ Font Family والدنيا زي الفل مفيش أي مشكلة. حلو جدا. طبعا هي اتعمل عليها Override. عظيم. نبدأ بقى بسم الله ونعمل أول جزئية عندنا اللي هي الهيدر. تمام، بسم الله. قبل أي حاجة احنا اتعودنا إن ما نروحش على الكود مرة واحدة، لازم الأول نفكر وبعد كده نبدأ ننفذ. قبل أي حاجة احنا هنشتغل على الهيدر، ملناش دعوة بالنافيجيشن بار دلوقتي خالص. بالنسبة للهيدر، الهيدر اللي قدامي ده محطوط في تاج الهيدر. حلو الكلام. إيه اللي بيحصل قدامي؟ اللي بيحصل قدامي إن هو عمال يقلب ما بين أكتر من ديزاين. طب ازاي اعمل حاجة زي دي؟ حاجة زي دي عشان تتعمل هتتعمل بالجافا سكريبت، بس احنا قلنا هنبعد عن الجافا سكريبت خالص. طب ازاي نعملها بالبوت ستراب؟ قال لك دي حاجة اسمها كاروسل. يبقى هتروح للبوت ستراب وتروح للدوكيومنتيشن بتاعتهم وتروح للكومبوننتس، هتلاقي عندك حاجة اسمها كاروسل، وهتلاقي عندك أكتر من نوع. في النوع ده اللي هو من غير يمين وشمال، تعال النوع ده اهو. في عندك النوع اللي هو كانه واحده بتزق الثانيه، وفي هنا برضو نفس الفكره بس هو مزود الانديكيتورز، وفي هنا مزود الكابشن برضو نفس الفكره، وهنا هنلاقي اللي هي بتاعه الفيد ان هو بيخفي واحده ويظهر واحده اللي هي فيد ان فيد اوت. حلو جدا، دي اللي انا عايزها. طب تحت في حاجه مختلفه؟ لا، هيبقى هي دي اللي انا عايزها. هناخد الكود بتاعها كوبي ونركز بقى ونحطه هنا. هنعمل تاج الهيدر ونحط جواها الكود ده. حلو جدا. ببساطه نقفل كل حاجه، كل التاجات. ازاي تقفل كل التاجات؟ كنترول كي 0، كل التاجات هتلاقيها اتقفلت معاك، وممكن نقفل دي بكنترول بي. حلو الكلام. ونبدا نشرح الدنيا بتاعتنا. احنا عندنا تاج الهيدر جواه الديف اللي هو بتاع الكاروسل. حلو الكلام، حلو الكلام. جواه قسمين، اول قسم اللي هي دي الكاروسل انر اللي هو بتحتوي على الثلاث ديفات او الثلاث ديزاينات اللي هتظهر وبيعمل تقليب ما بينهم. حلو الكلام. والاولى بتبقى واخده اكتف. تمام. وبعد كده دول الزراير اللي بتبقى موجوده، زرار يمين وشمال اللي هم دول. بس هنا في الديزاين بتاعنا احنا مش محتاجينهم، فعشان كده انا همسحهم. بس انا محتاج ايه؟ محتاج ان يبقى عندي كابشن، ومحتاج يبقى عندي انديكيتور. فهنروح هنا. طبعا انا دلوقتي بتعامل مع الفيد، بس انا عايز حته الكاروسل، اسف، حته الانديكيتور. فممكن تروح لدي، دي هتلاقي هنا الانديكيتور اهي. هتاخد كود الانديكيتور ده كوبي، وخد بالك هو محطوط فوق الكاروسل انر، وتروح حطه هنا. بس المشكله ان انت خدت كود الانديكيتور بتاع ايه؟ بتاع الكاروسل اللي هو بنوع تاني خالص، اسمه هنا كاروسل اكزامبل كابشن. خد بالك، حلو. ولكن هنا انا اسمه الكاروسل اللي انا خدته الاي دي بتاعه كاروسل اكزامبل فيد. ففي اختلاف. الانديكيتور دي اللي انت خدتها هي اصلا كانت بتتعامل مع الكاروسل اكزامبل كابشنز. خد بالك، هو مديها هنا اتريبيوت. الاتريبيوت ده بيفهمه هو هيتعامل مع انهي
نوع من الكارثر، عشان ممكن يبقى عندك اكتر من واحده، فبالتالي مش عايز يحصل اي لخبطه لو انت بتستخدم اكتر من واحده فتغير المسميات. فهتاخد هنا دي كوبي وتروح حاططها هنا بيست مكان الكلام ده، والدنيا كده بقت شغاله زي الفل. طب تعالى نجرب تجربه بسيطه. طب تعالى الاول نجيب الايه الكابشن وبعد كده نجرب. هتلاقي الكابشن موجود، بيبقى موجود جوه الكارسول ايتم الكابشن اهو. هي دي الكابشن، هنروح واخدينه كوبي ونروح جايين هنا، هنروح قايلين له عندك الثلاثة ايمج عايزين نحط، حطيناها جوه كل واحدة الكابشن بتاعها. حلو جدا. نيجي هنا طبعا السورس والالت، الالت هنتجنبها دلوقتي، بس فكرتها عارفينها ان هي كل حكاية وما فيها بتدي ديسكريبشن للصورة دي بتحتوي على ايه علشان تساعدك في السيرش في جوجل وكده، تمام. فهنا كل اللي هنعمله احنا عايزين نستدعي، نجرب كإكزامبل، هنجرب مش اكتر، ان احنا نستدعي صورة من الايمجز هنا اللي هي بانر 1 و2 و3. فهنروح قايلين له انا عايز استدعي فايل، فلازم اشوف انا فين وهروح فين. انا في ملف index.html، فهنقول له هتروح على الايمجز سلاش بانر 1، وهنا كذلك، بس هنا هتبقى 2 وهنا هتبقى 3، ونعمل سيف ونيجي هنا نعمل ريلود ونلاقي الاوتبوت معانا بالشكل ده. حلو، والدنيا شغاله، ونلاقي ان الكارسول معايا الانديكيتور شغاله مع الكارسول صح. ليه؟ علشان انا مديهم نفس اسم الاي دي، نفس اسم الاي دي، لازم ناخد بالنا ونركز في النقطه دي. ولو انت عايز تزود انديكيتورز خد بالك ان كل انديكيتور لازم يبدا اولا من الصفر، وكل ما بتزود واحد بتزود واحد، يعني اللي جاي هيبقى رقم 3، الرقم هنا بتاعه لازم يبقى رقم 3. حلو الكلام. حلو جدا لغايه دلوقتي، تمام. نيجي بقى عايزين نظبط الديزاين ده ان هو يبقى شبه الديزاين ده ببساطه جدا. قبل اي حاجه انا عايز الهيدر يبقى واخد نفس الهايت بتاع الديفايس اللي مفتوح، يعني انا عايز اقول له انا عايز الهيدر يبقى نفس حجم الهايت بتاع الديفايس اللي فاتح الويب سايت. فهنيجي هنا هنقول له هيدر، هنقول له الهايت بتاعنا 100 VH اللي هي vertical height. يبقى انا كده بقول له انا عايز الهايت بتاع الهيدر يبقى نفس الهايت بتاع مين؟ بتاع الصفحه. بس هنا لو ركزت هتلاقيه خرج بره. ليه خرج بره؟ علشان الديف اللي جواه واخد هايت اكبر من باباه. فانا عايز اقول برده للديف اللي جواه، هنيجي هنا كده، ده الديف اللي جواه الهيدر، خلاص الهيدر بقى واخد نفس مقاس او الهايت بتاع الصفحه او بتاع الديفايس اللي فاتح الجهاز، اللي فاتح الويب سايت. هنروح للكلاس هنا بتاع الديف ده ونقول له اتش داش 100. يبقى انا كده بقول له انت الهايت بتاعك 100% بالنسبه لباباك، ده الكلاس ده بيبقى واخد هايت 100%، فبالنسبه لبابا اللي هو الهيدر فيبقى واخد نفس الهايت. وفي نفس الوقت مين تاني هديله الهايت 100%؟ الانر، الكاروسول انر، وفي نفس الوقت هديها لكل كاروسول ايتم علشان دول اللي بيظهروا في الاخر. فبالتالي لما اعمل سيف واعمل ريلود هنلاقي الدنيا معايا بقت بالشكل ده، ما بقاش فيه سكرول علشان خلاص بقى الهايت قد الهايت بتاع الديفايس. حلو الكلام. ولكن لو ركزنا هنلاقي ان الصوره هنا مش واضحه بشكل كويس قوي، فممكن توضحها عن طريق ان انت تديها الويدز وتظبط الهايت بتاعها والكلام ده كله. بس من وجهه نظري ان مش هتبقى احسن حاجه. فاحسن حاجه في الحاله دي علشان كمان تساعدنا في الريسبونسيف، اصل انت دلوقتي هتظبط الشاشه بتاعتك او الديزاين بتاعك على اكتر من ديفايس، فعشان يريحك في الريسبونسيف لازم يفضل تكون بدل ما انت بتدي ايمج تدي باك جراوند. باك جراوند لمين؟ للكارسل ايتم دي كلها. طب هنعمل ده ازاي؟ هنيجي هنا هنقول له ثواني، هنقول له عايزين الثلاثه دول نعمل لهم ديليت. حلو الكلام. ونيجي هنا في الاندكس دوت سي اس اس هنقول له هيدر دوت ايه بقى، تعال نجيب المسميات كارسول انر، بعد كده دوت كارسول ايتم. حلو الكلام. حلو الكلام. هنقول له باك جراوند ايمج
URL. نركز بقى دلوقتي، انا عايز اربط هنا ملف الصورة بملف index.css، يبقى لازم اعرف انا فين وعايز اروح فين. انا فين؟ انا هنا، انا في ملف css، لازم اعمل باك بعد كده اقول له ادخل في الايمجز عشان تجيب البانر. حلو الكلام. طب اعمل باك ازاي؟ اولا هنعمل سنجل كوتيشن ونقول له دوت دوت سلاش عشان يعمل باك، بعد كده هنقول له هتخش في الايمجز، بعد كده هتلاقي البانر 1. حلو الكلام. بعد كده هنيجي هنقول له باك جراوند بوزيشن سنتر، بعد كده هنقول له باك جراوند سايز، هنقول له كفر. عظيم جدا. طب انا عايز اطبق دول على كل الكارسول ايتم اللي هم الثلاثة دول، ولكن كل الكارسول ايتم هتحتوي على صورة غير التانية، فممكن نعمل ايه؟ ممكن ناخد الكلام ده كوبي ونعمله هنا كده ونقول له الكارسول ايتم كولوم، بعد كده نقول له nth of type 1، يعني اول، هو دلوقتي عن طريق السلكتور ده هو ماسك كام ديف، ماسك كام element، ماسك 3. ليه 3؟ علشان في 3 متوافقين معاه على نفس السلكتور اللي هو ده وده وده، فبالتالي هو ماسك 3. طب انا عايز اقول له انا عايز تايب 1 اول واحد، ليه؟ علشان اديله الباك جراوند ايمج دي. تمام تمام. وبالتالي يبقى انا كده قلت له انا عايز اسلكت اول واحد. حلو الكلام. بعد كده هقول له انا عايز اسلكت تاني واحد ويظهر لي فيه البانر 2، وعايز اسلكت تالت واحد يظهر لي فيه البانر 3. حلو الكلام. لما اجي نعمل ريلود هنلاقي عندنا الاوتبوت بقى بالشكل ده، والدنيا شغاله زي الفل وما فيهاش اي مشكله. حلو الكلام. حلو الكلام تمام. حتى الان ما فيش اي مشكله، والعرض هيبقى افضل بكتير من الصوره، وفي نفس الوقت هتساعدنا في الريسبونسيف جامد جدا. نيجي بقى للنقطه اللي بعدها، ان احنا عايزين نجيب الجزئيه دي في النص اللي هو الكابشن بتاعنا. حلو الكلام. هنيجي هنا، احنا دلوقتي الكابشن بتاعنا فين؟ عايز اجيبه في النص. تمام. الكابشن بتاعي موجود جوه الكارسول ايتم، فهنروح جايين هنا ناخد بس كلمه الكارسول كابشن، ونروح جايين هنا هنقول له دوت كارسول كابشن، ونروح قايلين له ناخد السلكتور ده ونحطها قبله. هنقول له ايه بالنسبه لل، تعالوا كده نبص على على الكود بتاع البوتستراب نشوف هو عامل ايه واحنا هنزود عليه. تمام. هنلاقي عندنا الكارسول كابشن كده كده هو واخد بوزيشن ابسولوت بالنسبه لمين؟ اكيد طبعا اهو بوزيشن ريلاتيف بالنسبه للبابا اللي هو اسمه كارسول ايتم. فهنروح للكارسول كابشن هنلاقيه هنا. هو طبعا انت ممكن تجيبه في النص عن طريق الديسبلاي فيليكس، بس برضو ممكن نستخدم حاجه افضل. تعالوا هنا نشوف هو عامل ايه. هنلاقي هنا مدي بوزيشن ابسولوت، فممكن نيجي هنا نقول له بدل البوتوم، بدل البوتوم ب 1.25 ريم، ممكن نقول له البوتوم بتاعه، او بلاش بوتوم، نقول له التوب بتاعه ب 50%. نركز كده بقى. يبقى انا كده قلت له انا عايز التوب بتاعك نقطة البداية تبقى عند 50%. طب هل ده معناه ان هو كده في النص بالظبط؟ لا، هي نقطة بدايته في النص. طب انا عايز يتحرك بنصه لفوق، عايزه يتحرك بنصه لفوق عشان يبقى موجود في النص بالظبط، تبقى نقطة السنتر بتاعته تبقى موجودة عند النص بالظبط. طب ازاي اخلي اقول للديف نفسه انا عايز احركك انت شخصيا؟ لما بتستخدم التوب والليفت بالنسبة للبوزيشن كده انا بحركه بالنسبة لبابا، طب انا عايز احركه بالنسبة لنفسه. فقال لك في حاجة عندك اسمها ترانسفورم، تقول له ترانسليت، فهتقول له ترانسليت واي عشان انا عايز احركه على الواي اكسس، ونقول له ماينس 50%. حلو الكلام. حلو الكلام. فكده هتلاقيه جاي في النص بالظبط، يبقى كده ظبطت معانا. يبقى كده انا كل اللي انا محتاجه ان انا اعمل ايه، هاجي هنا انا دلوقتي هكلم مين؟ هكلم الكارسول كابشن واقول له اولا هو كان واخد بوتوم، البوتوم انا عايز اخليه يلغيه علشان ترجع اي
بروبرتي للديفولت فاليو بتاعتها. طبعا كل بروبرتي ليها ديفولت فاليو، وفي طبعا ان انت تقعد تحفظ الديفولت فاليو بتاعت كل حاجه دي صعبه. فقال لك احنا عاملين حاجه اسمها انيشيال. الانيشيال ده يعني اوتوماتيكلي انت بتقول له حط الديفولت فاليو ان هي ولا كانها متاخده او ولا كانها موجوده، يعني الغيها. حلو الكلام. بعد كده هنروح قايلين احنا عايزين نقول له الطب بتاعنا 50%. بعد كده عشان يجي في النص بالظبط هنقول له ترانسفورم ترانسليت واي، هنقول له سالب 50%، ونعمل سيف ونيجي هنا نعمل ريلود ونلاقي الدنيا زي ما هي مفيش اي مشكله. تمام. بعد كده هنيجي نظبط الدنيا دي الكابشن بتاع كل حاجه، وبعد كده نظبط الانديكيتور، هنمشي واحده واحده. تمام. هنيجي هنا بالنسبة للكابشن عندنا بيبقى دي عبارة عن مثلا H2، ممكن نخليها H2. حلو الكلام. بعد كده هتلاقي ان في لاين معمول بعدها، اللاين ده ممكن نخليه HR. بعد كده عندنا الباراجراف وعندنا الزرار، هنعمل بس ال HR دي في كل حتة، ثواني، هنا وهنا وهنا. وطبعا عندنا في اخر كل باراجراف في البوتوم، البوتوم بتاعنا واخد هنديله كلاس بي تي ان بتاع البوتستراب. وطبعا انت عندك بي تي ان داش تديله كولر زي البرايمري وهكذا، ولكن احنا اللي هنديله باك جراوند كولر. هيبقى مكتوب جواه ايه؟ فيو مور، فيو مور. عظيم جدا. تمام. بعد كده هنجيب اول واحده مكتوب جواها، ناخد المكتوب. بعد كده الباراجراف هو في الثلاثه نفس الحكايه نفس الكلام. بعد كده تاني واحده animal foundation. بعد كده نجيب الثالثه اهي. عظيم جدا. فلما نيجي هنا نعمل ريلود هنلاقي الدنيا معانا بدأت توضح. لو ركزنا هنلاقي ان الصورة عندنا فاتحة اكتر من الصورة عنده. ليه؟ علشان هو مدي لاي اوت غامق او لاي اوت اسود شفاف. طب نعمل ده ازاي؟ اللاي اوت ده هو مديه لمين؟ هو مديه للكاروسول ايتم. طب ليه للكاروسول ايتم؟ ما هي الكاروسول ايتم دي اصلا اللي ظاهره، ده الديف اللي بيظهر، واحد بيظهر والتاني يختفي، واحد يختفي والتاني يظهر وهكذا. طب ممكن نيجي هنا جوه الكاروسل ايتم نعمل ديف ونديله كلاس لاي اوت. حلو الكلام. والكلاس اللي ديف اللاي اوت ده نعمل فيه ايه؟ كل اللي هنعمله هنديله بوزيشن ابسولوت بالنسبه للبوزيشن ريلاتيف اللي هو ده، ونظبطه ان هو يبقى محطوط عليه ويبقى واخد باك جراوند اسود شفاف. طب ممكن اعمل ايه تاني؟ ممكن استغل فكره البيفور. انا كل الحكايه وما فيها عايز اعمل تاج هنا وتاج هنا وتاج هنا، فممكن نستغل فكره البيفور ازاي؟ هنروح هنا للكاروسول ايتم، هنقول له كاروسول ايتم بيفور. كده انا عايز اكريت بيفور. بيفور يعني هتتكريت فين؟ هتتكريت هنا تحت هنا مكان الديف اللي احنا كنا هنعمله. حلو الكلام. هنقول له ايه عشان يكريت البيفور او الافتر؟ لازم تقول له كونتنت بفاضي. بعد كده هتديله ديسبلاي بلوك علشان تقدر تديله ويدز وهايت. هتقول له الويدز بتاعك 100% بالنسبه لباباك، الهايت بتاعك 100% بالنسبه لباباك، وهتقول له بوزيشن ابسولوت. وكده كده احنا لسه شايفين ان الانر انا اسف، الكاروسول ايتم البوت ستراب مديله بوزيشن ريلاتيف، فمش محتاج ان انت تطلع تقول له بوزيشن ريلاتيف تاني. وتقول له التوب ب 0 والليفت ب 0، وتقول له باك جراوند كولر ار جي بي اي 0 0 0، وممكن نديله 3 من 10 في الاوباسيتي. فلما اعمل ريلود هيبقى عندي الاوتبوت بالشكل ده، وكده احنا عملنا نفس درجه الغمقان الموجوده هناك. حلو جدا. نيجي بقى ان احنا نظبط الديزاين ده ان هو يبقى مشابه لده. تمام. هنعمل ايه؟ هيبقى عندنا في الكابشن، واحده واحده بقى الموضوع سهل وبسيط، هياخد شويه وقت. ال H2
هنقول له عايزين الفونت سايز بتاعنا يبقى 64 بكسل، الفونت ويت، الفونت ويت بتاعنا عايزينه 700، الليتر سبيس عايزينها بواحد ونص بكسل او ممكن نخليها 2 بكسل. تعالوا نشوف الاوتبوت بقى عامل ازاي. ريلود، عظيم جدا. بعد كده هنيجي لل اتش ار، ال اتش ار عايزين نخلي حجمها اصغر، فهنقول له ال اتش ار عايزين نخلي الويدز بتاعها مثلا 30% بالنسبه لباباها اللي هو مين، اللي هو الكابشن، ياخد 30% بالنسبه لبابا. فلما اعمل ريلود هنلاقيه خد 30% بالنسبه لبابا. ثانيا هو مديله، لو جينا هنا نشوف ال اتش ار هو متعامل معاها ازاي ومديها خصائص ايه عشان نقدر نغير في لونها، نمشي واحده واحده. هنلاقي هنا ان هو الاتش ار مديها هايت ومديها باك جراوند، فممكن تعمل ايه، ممكن تديها باك جراوند، باك جراوند كولر وتقول له ابيض، او ممكن تتعامل معاها كبوردر زي ما تحب، الاثنين واحد يعني. وممكن يجي هنا عشان عايزين نجيبها في النص، عايزين نجيبها في النص هنعمل ايه، هنروح قايلين له مارجن اوتو. فلما نيجي نعمل كده ريلود نسمي بسم الله، هنلاقيها جت في النص. بس الكالر تعالوا نشوف الباك جراوند كالر عمل اوفر رايت ولا ايه الدنيا. باك جراوند كالر واخده اوباسيتي، فممكن نلغي الاوباسيتي، هنقول له اوباسيتي بواحد علشان يلغي الاوباسيتي، فكده يبقى معانا، يبقى لونها ابيض زي ما احنا شايفين. حلو جدا. نيجي بقى بالنسبه للاتش ار، لو ركزنا هنلاقي ان الاتش 2 واخده مارجن بوتوم، فممكن نيجي هنا نقول له الاتش 2 المارجن بتاعنا بزيرو، ونيجي هنا نقول له دي احنا عايزين نقول له مارجن توب وبوتوم مثلا 20 بكسل، وليفت ورايت اوتو علشان تيجي في النص، فبالتالي هيبقى بالشكل ده، يبقى توب وبوتوم 20 بكسل و مارجن اوتو عشان تيجي في النص. نرجع نيجي بقى بعد كده للباراجراف، هناخد الكود ده هو هو السليكتور، ولكن هيبقى هنا للباراجراف. هنقول له الفونت سايز بتاعنا هيبقى 20 بكسل. تعالوا نشوف شكله، عظيم ما فيش اي مشكله. هنقول له الليتر سبيس، الليتر سبيس هيبقى 1.5 بكسل. حلو جدا. بس خلاص. نيجي بقى بعد كده للزرار، هنقول له بالنسبة للبوتوم بتاعنا هنقول له قبل أي حاجة عايزين نديله باك جراوند كولر، فتعالوا نجيب الكولر بتاعنا بالكولر زيلا، هنستخدم الكولر زيلا إن احنا نجيب الكولر ده. ثواني بس يقرأ الكالر، أيوه بس كده. ونيجي هنا نقول له باك جراوند كالر عشان نشوف أبعاده ونشوف إحنا محتاجين نعمل معاه إيه. ريلود، عظيم جدا. محتاج هو ياخد إيه؟ محتاج ياخد بادنج توب وبوتوم وبادنج رايت وليفت، فممكن نقول له بادنج 10 بكسل توب وبوتوم، 30 بكسل ليفت ورايت، ماشي. وممكن نقول له بوردر ريديوس عشان هو مديله بوردر ريديوس مثلا 20 بكسل. نشوف الاوتبوت بتاعنا عامل ازاي. تعالوا نظبطه بالانسبكت اكتر. تمام، عظيم جدا، 7.35. طبعا المقاسات دي انت حسب الرغبة يعني تظبطها زي ما انت عايز، وبرضه الكلاينت في الاخر هو بيقول لك مقاسات او هو يحب يعدل ولا حاجه. تمام. الكالر بتاعنا اسود اسود اسود، حلو الكلام. الفونت سايز بتاعنا هيبقى مثلا ثواني هنا بس عشان اعمل شكاري. تمام. السايز بتاعنا هيبقى مثلا 13 بكسل او 12 بكسل في الرينج ده. مثلا الفونت ويت بتاعنا ممكن نديله نقول له 500 او 600. تمام.
بعد كده ممكن نديله letter space بواحد بيكسل مثلا، حاجة كده بسيطة. فلما أعمل reload يبقى الشكل معانا في الآخر بالشكل ده، حلو جدا مفيش أي مشكلة. تمام كده يبقى احنا بالنسبة لنا ظبطنا الجزئية دي. تمام طبعا هو ممكن تلاقيه هنا مش جايبها في النص، أو ممكن تلاقيه منزلها تحت شوية، أنت تقدر تتحكم فيها عن طريق الـ translate، فما فيش أي مشكلة، الموضوع سهل وفي إيدك. تمام نيجي بقى للجزئية دي، جزئية الـ indicators. جزئية الـ indicators أنا عايز أرفعها لفوق. طبعا الـ indicators لو ركزنا هنلاقي في كود الـ HTML، نركز بقى هنلاقي إن الـ indicator موجودة بره بعيدة عن الكابشن خالص، فإن أنا أبقى أخليها جنب الكابشن دي صعبة، فلازم أحركها تبقى بتتحرك عن طريق الريسبونسيف، إن هي في صفحة كذا أو في مقاس ديفايس كذا تبقى الهايت بتاعها كذا. هنشوف يعني هنفهم الدنيا، إن إحنا قدامنا حل واحد من وجهة نظري، ملوش حل تاني حتى الآن، إن لازم لو ركزنا هنا هنلاقي إن هي واخدة برضه بوزيشن أبسلوت، ونلاقيها واخدة رايت وبوتوم. ممكن تيجي هنا للبوتوم تقول له مثلا 10%، فبالتالي تبدا تلعب في المقاسات بتاعتها، واعتقد 25% هتبقى، لا هي 20% مناسبه جدا. فبالتالي يبقى انا كده كل اللي عليا ان انا اعمله ان انا اقول له الانديكيتور هتاخد البوتوم 20%. فممكن نيجي هنا نقول له الانديكيتور هنقول له الانديكيتورز دي فوق خالص هيدر دوت انديكيتورز، هنقول له البوتوم بتاعه هيبقى 20%. عظيم. وبعد كده يبقى عندنا ايه تاني؟ هيبقى عندنا بقى ان احنا عايزين نحولها لسيركل، فممكن نيجي هنلاقي ان كل انديكيتور جواها بوتوم، كل بوتوم لو جينا نديها الويدز مثلا، خلي الويدز 20، تعالوا كده هنقول له ثواني الانديكيتورز دي جواها بوتوم، كل بوتوم انا عايز اديله ويدز 20 بكسل، ويدز 20 بكسل، هايت 20 بكسل، و بوردر radius ب مثلا 100% عشان تتحول لسيركل. ولما اجي نعمل ريلود تعالوا كده نشوف الدنيا، هي خدت البوردر radius تمام مفيش اي مشكله، ولكن في حاجات لسه ما قراتهاش ثواني عشان نفهم. عندك هنا البوتوم، هو هنا السيليكتور بتاعه اقوى من السيليكتور بتاعي على ما اعتقد، ايوه بس كده، فبالتالي هو اللي عامل اوفر رايت، عشان بس هو مزود الحته دي ان هي اللي واخده داتا بوت ستراب تارجت. فممكن نيجي هنا عشان بس يبقى الانديكيتور اقوى، نقول له هو قايلها على البوتوم صح؟ ثواني قايلها على الانديكيتورز نفسها، يبقى ممكن نيجي هنا نقول له الانديكيتورز نفسها، او ممكن نيجي نعمل حركه تانية خالص عشان برضو يبقى السيليكتور بتاعي اقوى، هنروح واخدين هنا كده نقول له جميع الهيدر اللي انا ذكرتها حتى الان انا عايزها يبقى قبلها في هاش الكلام ده الاسم ده. فلما اجي اعمل هنا ريلود هلاقي الدنيا ان شاء الله قرأت معايا، لحظه هيدر هاش انا عايز الاسم صح، هنا هيدر بس، هنا هيدر بس دي اللي عملت مشكله، هنا هيدر بس تمام. فلاقي الدنيا قرأت معايا، ثواني كده نتاكد ان السلكتور كده معمول صح. ممكن بقى نشيل دي مش عايزينها في حاجه عشان بس ايه ما فيش اي مشكله. الانديكيتورز جوه الاي دي ده بس كده. فممكن نيجي هنا نعمل ايه بقى ببساطة جدا، بدل 20 ممكن نخليها 15 عشان تبقى اصغر شوية، او 12 بكتير. ممكن ندي مارجن نقول له
margin مثلا top و bottom 0 بكسل left و right 5 بكسل، فبالتالي تبقى أوضح وأجمل شوية. تمام، بس كده. ده بالنسبة للجزئية دي، وكده الدنيا زي الفل مفيش أي مشكلة. بس كده يعتبر الجزئية دي شبه خلصت. كده ناقص، طبعا هي هيبقى في اختلافات في المقاسات درجات بسيطة، انت تقدر طبعا تلعب فيها وتظبطها زي ما انت عايز يعني، بس الفكرة ان الهدف او الكونسبت بتاع الموضوع وصل يعني. فبس كده، نقفل الفيديو ده على كده، وان شاء الله تكون استفدتوا والمعلومة وصلت، ونكمل في الفيديوهات الجاية، والسلام عليكم.